بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب، أريد نشرح لكم شغلكم بالمشروع. يعني أنا وصيتكم تجون، بس إذا ما تقدرون تجون عادي، بس لازم تعرفون شنو الشغل اللي راح تشتغلونه. إحنا بالنسبة للشانل اللي عندنا، إحنا أول مرة راح ندرس تأثير shape of channel on the heatsink performance، يعني تأثير تغيير شكل القناة على أدائية الheatsink. فالمفروض أنتم خلال هاي الفترة درستوا شنو معنى الهيت سينك، شنو فوائده، لمن يستخدم الهيت سينك. طبعا الهيت سينك هو طبعا راح تكون عدة أشكال. بالنسبة للشكل اللي عندنا، هذه هي أشكال موجودة للهيت سينك. هذا هو الشكل، يعني هذا واحدة من الأشكال. الهيت سينك مخزن حراري يستخدم لتقليل درجة حرارة الأجهزة الإلكترونية، مثلا يستخدم باللابتوبز، يستخدم بال يعني بالأجهزة الإلكترونية اللي ترتفع بها درجة الحرارة. احنا إذا نلاحظ اللابتوب من تخلي، راح نشوف إنه مع الاستخدام، يعني مثلا بعد ربع ساعة راح تحس إنه هو بدأت ترتفع درجة حرارته، يقولون حمى. فأنت شلون تقلل درجة الحرارة؟ يخلون هما فان حتى تسحب لنا الهواء أو تسحب لنا السائل اللي موجود داخل الجهاز. اكو ممرات موجودة واكو قريب من المصدر الحراري، اكو قنوات يخلون بها السائل يمر على هذه القنوات. من يمر هذا السائل راح يسحب ويا الحرارة. فاحنا اذا نلاحظ هذا الشكل هسه اللي موجود عندنا، هذا الشكل مثل ما تشوفون هنا، عندنا هنا ماء يدخل. الماء طبعا مو شرط هواء، احتمال هواء، احتمال ماء، احتمال نون فلويد، بروس ميديا، اي يعني مائع ثاني يمكن يستخدم. يدخل هذا الماء من هذه الجهة وراح يطلع من الجهة الثانية، يعني منا اللت ومناك اوتلت. خلال دخوله خلال هذه القنوات، هذه قنوات موجودة، من يدخل خلال هذه القنوات بسبب عملية الكونفكشن اللي هو انتقال حرارة بالحمل، راح تنتقل الحرارة اللي اصلا هي جاية من المصدر الحراري اللي موجود بالاسفل. يعني اي جهاز الكتروني اكو بيه محرك يحركه، يعني اكو عملية يعني توليد طاقة، توليد حرارة. فاذا بقت على هذا الجهاز راح يفشل الجهاز بعد فترة معينة ويصير عندنا فيلر. فش نسوي؟ نستخدم هذا الهيت سينك. هذه هنا عندنا عدد من القنوات موجودة موضعة بشكل افقي. هذا هو الهيت سينك، هذا الطول مالته وهذا العرض وهذا الارتفاع. فإذا يريدون يدرسون، إحنا حتى ندرس ما راح نأخذ كل هذه القنوات. طبعا هو أشكال مختلفة موجودة للقنوات، أكو جريان متوازي، أكو جريان متعاكس. لكن إحنا هنا هذا اللي جاي نشوفه، هنا جريان متوازي، كل الماء يدخل من هذه الجهة ويطلع من الجهة الثانية، والمصدر الحراري موجود بالأسفل. فدخول ماء من هنا يكون بارد، فمن يطلع راح يكون محمل بالحرارة. هذا الانتقال للحرارة راح يقلل لنا درجة الحرارة مال الجهاز الإلكتروني، مثلا عندنا اللابتوب. طبعا حتى يدرسون ما ياخذون كل هذا الشكل، لان انتقال الحرارة بالقناة الاولى هو نفس انتقال الحرارة بالقناة الثانية. فش نسوي؟ ناخذ مقطع على قناة وحدة ونبدي نجري عملية الحسابات على هذه القناة على طول الشكل الهيت سينك، ونشوف احنا شنو الغرض من دراستنا. مثلا احنا نريد نقيم تأثير شكل هذه القناة على أدائية المستودع الحراري. مثلا اذا كانت مربعة او مستطيل، راح ناخذ عدة اشكال. احنا راح ناخذ مربع، مستطيل، مثلث، دائرة، واحتمال ناخذ شكل خماسي حتى نشوف شنو منو الافضل. شو نعرف منو الافضل؟ احنا قبل لا نعرف هسه ندخل على تفاصيل البحث مالتنا، بعد راح ناخذ عدة اشكال، بس هنا راح يكون بحثنا تقريبا مثل هذا الشكل. هذا هو الشكل اللي عندنا، راح ناخذ عدة اشكال حتى تشوفون السينك. شوف هذا هنا الحرارة مسلطة من الاعلى، وهنا القنوات ما مرتبة بالترتيب يعني الاعتيادي واحدة فوق الثانية، وانما هيك مسافة معينة. وهنا لازم ياخذ قناتين، لان اذا اخذ قناة واحدة يكون انتقال حرارة يعني مو متماثل على القناة الثانية. تأثير بعد القناة عن الجدار إلى يختلف يعني بالنسبة للقناة السفلى عن القناة العليا. فالمفروض ياخذ قناتين، فهنا المفروض ياخذ هاي القناتين حتى يبدي يدرس عليهم تأثير مثلا انتقال الحرارة. عندنا هنا هذه هي قناتين، هنا نفس الحالة. هذا هنا لأن الجريان متوازي أو متعاكس بالحالتين، هو المفروض ياخذ قناتين.
ليش؟ لأن هو هنا ماخذ جريان متوازي مثل ما نشوف للأسفل يروح من من هذا الاتجاه، هذا الات وهذا الاوتلت، قناة العليا بالعكس. فحتى يدرس لازم ياخذ مقطع بقناتين، هذه هنا قناة واحدة، فهذا هو الشكل. هنا ما عدا يدخل بسرعة معينة ودرجة حرارة واطئة راح يطلع بسبب الحرارة اللي تجي له من المصدر الحراري راح يطلع ساخن. هذه هي أشكال للهيت سينك. طبعا هذه هنا هم عندنا قنوات، هذه هنا أشكال مختلفة، يعني إذا أريد نكبرها بس هنا ما أعرف ما تتكبر، لا تتكبر من هذه هنا. إذا نشوف هنا ماخذ أشكال مختلفة، طبعا هنا ماخذ المستطيل، قناة مثلثة، قناة نصف دائرة، هنا معين، وهنا كأنما أسطوانة. فذا هنا ماخذ خمس أشكال للقنوات، هذا بحث دارس بخمس قنوات. شوف بعد هنا من موجود عندنا الأشكال اللي راح نشوف تأثيرها. هذا عندنا هنا أيضا، هنا ماخذ نصف قناة، هنا هاي نصف قناة ماخذها لأن بيعتبرها متماثلة. بس الحالة يصير هذا راسم نص نمبر، هذا هو مثلا الشكل اللي عندنا. احنا راح نستخدم نفس هذا التصميم، راح ناخذ نفس هذا التصميم. شلون نرسم؟ شنو بحثنا راح يكون؟ بحثنا يتضمن الآتي: دراسة تأثير شكل القناة على أدائية المبادل الحراري، استخدم الأنسز. فبالبداية راح يكون عندنا شكل السينك، ها هي هذا هو السينك، راح يكون داخله موجودة القناة. بالنسبة للأبعاد اللي عندنا راح يكون عندنا هذا البعد ثابت، بعد السنك أبعادها راح تكون ثابتة، يعني طول وعرض وارتفاع. دراستكم راح يكون أبعاد السنك ثابتة، الطول قصدي العفو ارتفاع السنك راح يكون 0.59 مليمتر، العرض عرض السنك راح يكون 0.24 مليمتر. بالنسبة للطول، طول السنك لأن هو احنا 3 دايمنشن، هذه هاي المسافة، هاي المسافة اللي تمثل لنا طول السنك، راح يكون مقدارها 10 مليمتر، 10 مليمتر. طريقة أو البرنامج اللي نستخدمه، إحنا راح نستخدم الأنسز. البرنامج المستخدم هو الأنسز، هذا هو البرنامج، واجهة البرنامج بهذا الشكل. من تبدي تشتغل على البرنامج راح تستخدم الفلونت، هذا هو الفلونت. من تنقر عليه راح يطلع لك هذه الستبز اللي موجودة في البداية: جيومتري، مش، setup، solution، والريزلت. بالجيومتري راح ترسم الشكل اللي عندك. أنا نزلت فيديو على القناة رسمت بالقناة إذا كانت على شكل مستطيل، نفس الحال إذا كانت مربع رسمها راح يكون نفس الطريقة. إذا كانت دائرة السينك راح يكون اللي هو سكتش 1 راح يكون كما هو، بس أنت اللي داخل راح يكون سكتش 2 عبارة عن دائرة. المثلث نفس الشيء، سكتش الأول هو مستطيل والسكتش الثاني راح يكون مثلث. بعد ما تكمل الرسم لازم تذكر الباوندري كونديشن، يعني تذكر الحدود. مثلا هذا اللي موجود من هنا، هذا اذا كان الماء داخل بهذا الاتجاه، طبعا احنا ندخل الماء من هذا الاتجاه، من هنا راح يكون يدخل المائع، هذا هو اتجاه دخول المائع، فهاي المنطقه من هنا راح يدخل المائع.
راح يدخل بدرجة حرارة احنا راح ندخلها معلومة نسميها تي ان، والسرعة ايضا راح تكون معلومة راح نسميها اليو ان. درجة حرارة ندخلها معلومة، والسرعة معلومة للماء الداخل. بالنسبة ان راح نستخدم الماء كماء، راح نستخدم الووتر، ندخل ماء بسرعة معينة ودرجة حرارة معينة، هذني راح تكون معلومات هاي القيم اللي عندي، السرعة ودرجة حرارة معلومة، ندخلها داخل السينك. فهذه المنطقة اللي دخل من عندها الماء هذه راح اسميها، يعني هذا راح اسميه انلت، هذا راح يكون عندي الانلت. بالجهة الثانية لان هذا هنا راح يكون عبارة عن مجرى موجود للاخير، الجهة الثانية إذا راح نكمل الرسم طبعا بالأنسز يتحرك فتقدر تعرف الجهة الثانية، هذا اللي راح تكون مقابلها بالضبط الشكل المقابلها اللي هنا أنا موجود، بس يكون هنا مخفي عندنا. هذا راح يكون هو الأوت لت، هذا أوت لت. الظروف اللي برا ما نعرفها بس احنا نسميها بريجر أوت لت، نحدد هاي المنطقة بالبرجر اوتلت هو الدخول، سرعة قلت، هذه اللي قيم اللي عندنا. هنا احنا مخيرين راح ندخل احنا هيت فلكس، يعني الحرارة اللي تدخل للسينك عبارة عن فيض حراري، هي لو فيض لو درجة حرارة، احنا راح ندخل فيض. هنا الفيض اما يكون من الاعلى او يكون من الاسفل، فاحنا راح نسلط فيض من الاعلى، يعني راح يكون على طول الهيت سينك اكو فيض حراري، راح تكون قيمته معلومة، راح ناخذ 100 كيلووات لكل متر مربع، هذه القيمة راح ندخلها، والسرعة معلومة والدرجة حرارة معلومة. بعدين نبدي نشتغل على البرنامج ولا ما نكمل، نكمل الرسم الحالة الأولى هسه، هذه باعتبار كملنا الرسم مالته هنا على الأنسز واشتغلنا عليه. يكمل الرسم راح ننتقل للمش، المش نختار انه مش بسيطة، ما نحاول نعقد المسائل لان احنا المش هو اشكال موجودة، اكو سيرفس واكو سايز واكو تترا واكو هكسا، فاحنا يعني مو من ضمن اختصاصكم، بس تاخذون مش تكون قيمها تعطيني قيم معقولة، لان المش اذا انا ما اختارتها بصورة مضبوطة راح تكون عندي القراءات كلها خاطئة. هاي بالنسبة للحالة الأولى اللي عندنا. بالنسبة للمش يعني بعد ما سويت أنا الشكل وطيت الحدود سميتهن، هذا سميته ألت، هذا أوتلت، هذا أقدر أسميه سايد مثلاً ون أي اسم، بس على مود أنا أعرف أنه هذا يا هو منهم. الجهة المقابلة هي أقدر أسميها سايد تو، أو مثلاً واحد أسميه رايت واحد ليفت، يعني يمين ويسار. الجوة هذا هنا راح اسميه بوتم، بوتم وول يعني الجدار الاسفل، والاعلى هذا هنا الاعلى راح اسميه هذا الجزء، عفوا مو هذا، هذا الاعلى، هذا اسميه مثلا الابر، ابر وول يعني الحائط العلوي، الابر وول. بعدين اجي للقناة حتى اعرف وين اسمي القناة اللي انا احتاجها، احيانا احتاجها يعني بالبرنامج اذا اريد دقة كلش مضبوطة كباحث، يعني مثل طالب ماجستير او دكتورة نحتاج نسميها، بس انتو كدراسات يعني اولية احتمال ما نحتاج. مع ذلك احنا نقدر نسميهن، شو نسوي؟ نسوي هايد للبودي هذا اللي موجود بالانسز، راح يختفي هذا فتبقى عندي بس القناة، هذا اسمي ابر شانل، الجزء السفلي اسمي لور شانل، وهذا اسميه اثنيناتهم يعني هذا الجزء وهذا الجزء اسميه سايد شانل، هذا الفوق اسميه ابر شانل يعني الجزء العلوي من القناة، ذاك اللي فوق بس ابر هذاك للسينك، هذا اسميه ابر شانل يعني الجزء العلوي من القناة واكمله، هذا اسميه لور شانل. قلنا ليش نسميهن؟ لان احتاجهن باضافة الباوندري كونديشن بالبرنامج، فلازم اذكرهن. بس انا على السريع راح اسوي فيديو على مود نشوف احنا شو راح نشتغل. نفتح الجيومتري، ناخذ جيومتري سريع، يعني اي جيومتري بس كتوضيح شلون نسوي النيم سيلكشن اللي هو تسمية
جوانب الشكل اللي احنا جاي ندرسه. فبجيومتري على ما يفتح راح استعجل بالفيديو على السريع. اختار اليونت بالبداية احنا قلنا مليمتر اكس واي بلين، ارسم بهذا الشكل سكتشينج، راح ارسم شكل هذا هو المستطيل، اوضع الابعاد على هذا الشكل، هذا البعد وهذا البعد، بحيث يكون هذا مثلا 20، عفوا هذا 20 فرضا، وهذا مثلا 15. راح اعطي اكسترود حتى يصير 3 دايمنشن، اكسترود لهذا الشكل لهذا السكتش، اقول ابلاي اد ماتيريال، الطول ما راح يكون مثلا 100، اقول له جنريت. هنا طبعا كملت الرسم، هذا هو الشكل اللي عندي انا هنا راسمه، بس شانل بدون اي، يعني شانل بدون سينك. هنا انا السلكشن اقدر استخدمها هنا واقدر استخدمها بالمش، انا دائما افضل استخدامها يكون بالديزاين موديلر، حتى من المش، لان دائما احنا المش تصير اختيارية، يعني انا احاول بالمش تطلع مو صحيحة ارجع اعدل بيها، من اعدل ارجعها للست بالبداية فراح تختفي النيم سلكشن فلازم اعيدها من جديد. فانا ايش اسوي؟ اختار هذا السطح، انقر على هذا بالايمن، كليك ايمن، اقول له نيم سلكشن، راح اسميه هذا سايد او رايت مثلا، هذا اسميه ناني مثلا ليفت، هذا راح يكون جهة اليسار، بعدين انقر جنريت، هذا راح اسميه نفس الحالة، اسميه ابر وول، طبعا اي اسم. هاي كملت انا هاي الجهتين، هذا راح اسميه الت، لان انا منه راح يتخلي الماء، فهذا اسميه الت، كل ما اغير الاسم كليك جنريت. هنا انا حتى انقل يعني بالماوس اصغر الشكل واقلبه واضغط على هذا السيرفس على هذا السطح، راح اسميه هنا اوتلت، اوتلت نفس الشيء، اضغط جنريت. هسه كملت انا النيم سلكشن، الابعاد عندي موجوده، هذا اللي احتاجه، هذا راح يكون فلويد. شلون اعرفه فلويد؟ اجي هنا هذا البارت، هذا مو سوليد، انا الشانل عندي راح تكون فلويد، فغير منها الى فلويد، وهنا انا اسميه اكتب كتابه باليد فلويد واضغط جنريت. طبعا بدون ما اخزن، انا من انزلها واروح للمش هو تفعل الجيومتري وصار عندي مخزون. اروح للمش، طبعا الشكل مو معقد، سهل، فتحت لي نافذة المش. هنا شوف هذا هو الجسم، رأسا انا اضغط مش واقول له جنريت، اشوف هو راح يعطيني ديفولت، يعني مش موجودة، هو يختار هالبرنامج للشكل. طبعا اشوف هنا خشنة المش، يكرر خشنة كورس، فاحنا نحتاج ننعمها. اريد اتأكد من النيم سلكشن، طبعا من افتح هنا انا اضغط على الالت، هذا هو الالت الليفت اوتلت، هناك مؤشر عليها، وهنا الابر، يعني هذه هي اللي موجوده عندي، فصحيح موجودات. اجي اضعف المش، يعني انا انعمها حتى تكون عندي. اروح للسايزنج، هنا اقدر اغير منها، واقدر طريقه ثانيه اضغط على المش يمين بالماوس، اقول له مثلا سايزنج، شو اسوي؟ راح اخذ هذا الخط، هاي بوينت وهاي لاين وهاي سيرفس وهاي فوليوم، هاي المش اللي موجوده، فانا اختار لاين، راح اختار هذه الخطوط اللي على طول القناه، اختاريتها ابلاي هنا الاليمنت سايز، بدل ما استخدم اليمنت سايز استخدم نمبر اوف ديفيجنز، راح يقسم هذه الى عدد، انا راح اختار العدد، راح افرض انه انا اختارتها الى 100 حاله او 100 خط، واسوي هارد، وراح اقول له جنريت، اشوف المش راح تنعم او لا. كمل، والمش صارت نعمه عندي، هنا المش نعمت زين. هذه بالنسبه للخطوط الطوليه للجسم، اقدر استخدم نفس الحاله اعيدها للخطوط
جانبية للجهتين، طبعا هذه هنا أربعة وهنا عندي أيضا أربعة، هذا واحد. طبعا أنا جاي أضغط الماوس الأيسر ويا كترال، هسه شو أقول له؟ أقول له مش insert sizing، ضغطت أنا الأربعة ثمان حواف نفس الشيء، استخدم number of division، هنا راح يكون عندي مثلا لأن هي أصغر من الطول هاخذ 20 وأقول له hard، أقول له generate. بس أشوف المش صارت المش ناعمة أنعم من المش اللي أول ما استخدمها البرنامج اللي هي الديفولت. أنا شلون أعرف إنه هذا المش نوعية زينة أو لا؟ أرجع لهنا أنزل للستاتكس وأضغط على هنا، عندي عدد النودات لأن إحنا بالبرنامج يعني من تكمل البحث تحتاج تذكر أنت شقد مستخدم نودات وشقد إليمنت، فهذه تأخذ لها صورة أو تكتبهن. وهنا نشوف مقياس اللي يقيس لي المش زينة أو لا اللي فيه كواليتي، أضغط على كواليتي، المفروض هذه القيمة المينيمم ما يقل عن 60 والماكسيمم تقريبا يعني 99. هسه طبعا كل الزين الأفرج واحد، المينيمم والماكسيمم كل الزين وما عندي ديفيجن، فهسه هذه أصدرها أقل له أبديت على مود أروح للستب. طبعا هذا اشتغلت المش كملها، اذا اروح للستب. انا هنا جاي اشغل البرنامج على السريع حتى يكون عندي دقه بالبرنامج. هنا اكمل دبل بريزيشن اوكي، راح يفتح لي البرنامج الستب حتى ابدي اخلي الباوندري كونديشن اللي عندي واشوف النتائج مالتي شلون راح تكون. هنا فتح، طبعا هو راح ينقل لي الشكل ويجيبه هذه الجهة. هنا اجل الشكل، طبعا راح يتلون الدخول الالف باللون الازرق والخروج باللون الاحمر. شوف هسه احنا هنا هذا اللون الازرق تشوفونه، واللون الاحمر راح يكون للخروج والبقية راح يكون باللون الابيض. هذه هي المش المستخدمة. هنا السكيل، انا شنو مستخدمة؟ سكيل بالمليمتر، قياس عندي 20 و15 مية صحيح. تشيك هنا يعطيني المقياس المينيموم. اهم شيء هنا هذه الخطوة المينيموم فوليوم ما يكون عدد سالب. هنا للمودلز هنا نفعل الانرجي، احنا لين راح ندخل هيت فليكس فيض حراري فنفعل الانرجي. الماتيريالز هي المواد المستخدمة، المادة اللي راح تدخل كمائع. هنا احنا ما نستخدم الهواء، استخدم الماء. منين اجيب الماء؟ طبعا هذا هو الديفولت هو اير. اجي لفلونت داتا بيس، اكو عندي داتا بيس قاعدة بيانات موجودة بالفلونت، هنا ضمنها راح يكون عندي الماء، فعندي ووتر ليكويد ووتر فيبر. احنا نستخدم الليكويد، اضغط على الليكويد طلع لي الخصائص الدنسيتي السبيسيفيك فوليوم الثيرمال كوندكتيفيتي والفيسكوسيتي. اقول له كوبي، اضغط واقول له تشينج كرييت، راح يوخر لي الهواء ويخلي لي ما الصورد. راح نخلي ألمنيوم، راح نخلي هذا المعدن يعني للسينك لأن احنا هسه ما عندنا، من نرسم السينك راح يكون عندنا ألمنيوم عادي. هنا أجي للسيل كونديشن، أجي للفلويد أشوف أغير البرنامج سوى ماء لو بعد هواء. هنا أضغط على إيديت راح أشوفه هو هواء، فأنزل منه أغيره إلى ووتر وأقول له أوكي كملت هسه أنا نوعية الماء. إذا اخترت الماء من هاي الجهة، من الماتيريالز دخلت المائع والسيل زون كونديشنز غيرته الى ماء، بعدين اجي للباوندري كونديشن. هنا أنا عندي الالت، اضغط على الالت اشوف شنو عندي فيلوسيتي الالت، اضغط على ايديت. شلون انزل باوندري كونديشن؟ اضغط على ايديت. انا شنو عندي؟ لازم عندي سرعه وعندي درجه حراره، راخذ السرعه مثلا 1 متر بالثانيه. ثيرمال هي درجة الحرارة، طبعا درجة الحرارة ما دخلت 300، احنا ندخل الماء بدرجة حرارة الجو اللي هي 20، بس احنا هنا المقياس هو جلفن، فعشرين زائد 273 293، وريد ندخله بارد مثلا 15 راح تقل درجة الحرارة، فميتين وثلاثة وتسعين درجة مئوية، دخلنا ماء بسرعة 1 متر بالثانية درجة حرارة 293. الانتيريور فلويد هي هاي اللي الباوندري اللي صارت نتيجة للفلويد. اللفت راح يكون كما هو ما اغيره، راح يكون عندي
stationary wall احنا الجدران ثابته ما تتحرك. الثيرمال هيت فلكس صفر صحيح. اجي للاوتلت، الاوتلت راح يكون بريجر اوتلت ومقياسه راح يكون صفر فصحيحه اوفا. الابر وول انا منها راح اسلط الفيض الحراري اخليه من الاعلى، فادخل على الاديت هو الجدار ثابت ستاشنري نو سليب ثيرمال كوندكتيفيتي. الهيت الثيرمال ادخل على الهيت فليكس اخلي هنا مقداره ايش قد مثلا 100 واط لكل متر مربع، فانا عندي 100 كيلو واط بهذا يصير اوكي. وول فلويد هذا كما هو دايناميك مش من علاقه بيها الريفرنس فاليو. دائما ابدي حلي من خلي البرنامج يحسب من القيمه اللي بيها سرعه، يا منطقه بيها سرعه هنا أنا عندي الالت راح اشوف هذه الظروف ما الالت. سوليوشن ميثود ما اتحكم هاي ما اغيرها، هي مات البرنامج. سوليوشن كنترول ايضا ما اغير بيها. اجي للمونيتور، المونيتور يعني راح يصير عندي انا البرنامج يبدي يحل يحل الى ان يوصل لحاله الكونفرجن اللي هي التقارب. فانا شنو راح اشوف على سطح على هذا السطح السكرين من يشتغل البرنامج، اجي اشوف شنو موجود هنا. موجود هو الاستمراريه والاكس فيلوسيتي واي فيلوسيتي والزد فيلوسيتي، ولازم عندي الانرجي. الانرجي طبعا هنا هذني هذه اعتياديه هي الديفولت مال البرنامج. اريد ازيد الدقه اخلي هذا المقدار اكبر، ازيد هذا الرقم على مود يعني اقلله. من يوصل الرقم مال كونفرجن الى هذه الحاله راح يكون عندي التقارب صار. فانا كل ما قللت الرقم كل ما تصير القيمه عندي ادق. اكو عندي هنا خطين، واحد برنت تو كونسول يعني يبدي يكتب القيم كلها الى ان يصير التقارب، والثانيه بس البلوت. فاشيل البرنت حتى يقلل الوقت وابدي اقله اوكي. وان وصلت للسوليوشن انشلايزيشن اللي هاي مهمه، اقول له ستاندر انشلايزيشن كمبيوتر فروم قلت، واقول له هنا انشلايز كالكوليشن اكتيفيتي ما له علاقه بها ران كالكوليشن. هنا اجي اختار نمبر اوف اتريشن، البرنامج راح يشتغل يعني يصير تقارب. مثلا انا خليته رقم هذا راح اخليه، اذا خليت 500 هو راح يشتغل، اذا 500 وما كمل فلازم بعد اضيف اتريشن. احيانا البرنامج ما يحتاج 500، احتمال 200 ويتوقف يكمل هو يصير يعني كونفرجن. فانا راح اعطيه 400 واشوف كالكوليت، راح يبدي هو يحسب البرنامج ويطلع لي النتائج. انا راح اتوقف البرنامج لان يكمل كونفرجن وارجع لكم. طبعا ما طول البرنامج 140 اتريشن وتوقف كمل يعني كالكوليشن كومبليت، معناه احنا المش النوعيه اللي مستخدمينها كل زينه. فنجي بعد ما كملنا الاتريشن هسه النتائج راح شلون نعرضها. نروح للجرافيكس، جرافيكس يعني راح يرسم لي الكونتورز الفيكتورز والبيت لاينز. فاحنا نحتاج الكونتورز، كونتورز رسم للضغط مثلا على يا منطقه على الالت، قل له ديسبلاي هذه منطقه الالت وحتى اخليها واضحه هاي الالت، واقول له فول هاي هاي منطقة الالت راح تكون خطأ راح يصير الاوتلت المفروض هاي الاوتلت لان احنا بالعكس مسويها. طبعا هذه الاوتلت صار عندي الرسم بالخطأ، هاي هي الالت، الالت هي المنطقة الزرقاء اللي توه داخل الماء بدرجة حرارة واطية، والاوتلت بالعكس راح تصير عندي لان انا ظاهر مطية الاسم بالخطأ. راح ارسم الاثنيناتهن، اصغر الرسم واعرض الشكل بحيث يبين اثنيناتهم موجودين الالت والاوتلت. طبعا الماء دخل من هذه الجهه وطلع من هذه الجهه، هذا رسم البرجر الضغط. اريد اغير للفيلوسيتي هناك السرعه وهنا هذه السرعه بالدخول وبالخروج. اذا اريد انا اخذ صوره طبعا الشكل اللي عندنا احنا المفروض ناخذ صور الى حتى نعرضهم بالبحث مالتنا. شلون نعرضهم؟ شلون اخذ صوره؟ هسه عندي مثلا الفيلوسيتي بالالت، اروح لهنا رمز الكاميرا اضغط عليه جي بي اي جي ما يخالف، اقول له سيف راح يغزل لي. فانا المفروض هنا يعني مسويه مثلا مسوي فولدر اني هو مثلا اكتب بيه مثلا الريزلتس النتائج مال مثل شنو عندي انا ريزلتس تكفي الان، واكتب هنا مثلا velocity in قلت بالقلت
راح يخزن لي اياها. خلصت من الفيلوسيتي اريد ارسم غير شيء. هنا عندي درجة الحرارة، ارسم درجة الحرارة، هذه هي درجة الحرارة. هذا طبعا بالانلت، خلي اشوف الاوتلت، ابدي احرك نفس الشيء. هذه هي مثل، اريد مو بالانلت وبالاوتلت، اريد ارسم بالابر وول، اضغطه بهذا الشكل. هذا هو الجدار الخارجي نفس الطريقة، اضغط كاميرا وارسم سيف هنا، واقول له مو فيلوسيتي هنا راح تكون عندنا تمبرتشر. اقدر حتى استخدم مثلا بس الرموز ات ابر بالاعلى وهكذا. الرسم الثاني اللي اريد استخدمه اقدر استخدم بلوث. احنا قلنا نقارن، نريد نشوف من الافضل، المستطيل، شكل المستطيل، شكل الدائرة، شكل المثلث. فاخذ بلوت المن درجة الحرارة على السطح الخارجي للقناة او للسطح، فارسم طبعا احنا راح تكون هذه مو اكس، احنا الطول اخذناه باتجاه الزد، اذا تشوفونه طول هذه بالزد. هنغير خلينا نشوف الشكل اللي عندنا ويا من هذا الطول، هذا طول القناة هو هذا الطول ويا الزد، شوفوا اتجاهه ويا الزد. فاذا هنا راح تكون الزد هي الرقم واحد، اريد ارسم عليه درجة الحرارة. على الابر وول بلوت، ارسم لي درجة الحرارة على السطح، هذه درجة الحرارة. انا شو اسوي؟ ارسمها هاي وارسم بعد قيمة ثانية، يعني اكملها هذه، اقدر اخذها يعني حتى اقارن، اخلي كل رسم الرسومات مثل الاشكال الخمسة اللي عندي كلهن بنفس الرسم، اصدر هذا الرسم، ما اخذ هذا الرسم. شو اسوي له؟ البلوت نفسه هنا عندي مو سيت اب، اقول له رايت تو فايل. ليش رايت تو فايل؟ حتى ياخذ لي القيم يوديها كقيمتين اكس وواي، انا اخذهم وارسمهم بالاكسل، فاقول له رايت، راح يخزني هنا بالريزلت. هذا شنو؟ تمبرتشر بلوت اون ابر هاي راح يرسم لي اياها، يعني راح يحصل ليها كقيمتين اكس وواي. يعني اذا اجي اضغط عليهن وين هي الريزلت، الريزلت هنا القيم انخزنت من قلت له رايت تو فايل رايت وخزنتها باسم معين، فهي انخزنت كقيم اكس وواي. اروح عند المكان اللي خزنت بيه اللي هي بالريزلت، ها هي القيم تمبرتشر بلوت اون اور وول، اضغط عليه ايمن ينفتح هذا الفايل، مو بالاكسل، ينفتح ببرنامج اسمه الاوبن، طبعا هذا بالنوت باد، فتحه بالنوت باد حتى اقدر احصل على القيمتين الاكس والواي. تشوفون هذا هو الاكس وهذا الواي، اخذ هاي القيم اللي عندي اللي طلعت لي راح تكون اكس وواي عاديه، يعني ما عندي مشكله اخذهم اثنيناتهم الى اخره. انا اخذت هسه قسم من عندهم واروح وين؟ اروح للاكسل. شو اسوي؟ انا اخذ هذه القيم واروح الملف الاكسل وابدي ارسم هذه القيم، هذا هو الاكسل اللي عندي، فاتح الملف انا اضغط عليه هنا بيست وراح يرسم لي القيمتين. يعني انا هنا احنا ليش نقلت لي الاكسل ما خليته بنفس البرنامج؟ انا اقدر اخذه كصوره، عندي العلاقه مرسومه وارسمها، لكن انا اخذ على مود هذا يكون هذا الشكل اللي هو سكوير، مع ان احنا الشكل اللي اخذناه مثل القناة الاولى اللي هي سكوير. بعدين الرسم الثاني اذا تكون عندنا سيركل، والوراء تكون اذا مثلا عندنا ترانجل اللي هو مثلث والى اخره. فانا شنو كل حالة راح انقل القيم واجيبها واخذها. فارسم بالنسبة للشكل الاول انا راح اخذ قسم من القيم، اقول له انسيرت، بعد تعرفون انتم ترسمون بالاكسل، اكمل الرسم واخليه، بعدين اضيف الرسم اللي راح يجي من السيركل، وراء اضيف الرسم اللي يجي من المثلث، فراح يصير عندي على نفس الاكسل الاكس والواي مجموعة من الرسومات. هذه الرسومات راح تكون قيم، يعني انا من اكمل الرسم هنا، يعني اذا انا كملت الرسم اللي عندي مثلا، انا فرضا كملت الرسم، صار عندي رسم موجود بالاكسل بمجموعة من النتائج. الشكل اللي راح يكون عندي بهذا الشكل، هذا هو اكس واي، هذا عندي هو الرسم،
بعد ما طلع النتائج طبعا اللي عندي. مثلا هذا الرسم الاول اذا كان درجة الحرارة اذا كان عندي مستطيل، فانا هنا عندي بالاكسل اكو خاصية اخلي كل شكل يمثل اللون، مثلا اقول هذا للسكوير ولون ثاني مثلا للدائرة، مثلا فرضا للدائرة هيك صار، اللون الثاني اذا كانت عندي دائرة، واللون الثالث اذا كان عندي شنو مثلث مثلا. فمعناه انا بالاكسل هذا القيم اللي هذا طبعا هذا البعد اللي هو الاكس، وهاي هي درجة الحرارة على السطح مالت السنك او سطح القناة. فاحنا شنو قلنا، احنا الافضل هو اللي يعطيني اقل درجة حرارة. طبعا هذا الرسم ما اعرف منه اللي راح يعطيني اقل، هو المربع او الدائرة او المثلث، بس تجريبي كأنما يعني جاي اوضح شلون ارسم شلون راح تطلع لي النتائج. الشكل هذا اللي هو اقل شيء، طبعا هذا هو الاقل، هو اللي راح يكون هذا هو الافضل. احنا مو بحثنا كله يعني هو عبارة عن ايجاد الشكل الافضل اللي يعطيني افضل هيت سينك بيرفورمانس. فاذا الافضل هو اللي اعطاني درجة الحرارة الاقل، وهذا هو يعني هذا هو ملخص البحث مالتكم. شكرا جزيلا للمتابعة.